أربع محافظات جنوبية شملها برنامج دعم مربي الجاموس، خصوصا الذين تضرروا بفعل الجفاف والتغيرات المناخية. وزارة الزراعة قالت إن البرنامج جاء بطلب من منظمة الفاو، وشمل أكثر من 15 ألف مربي للجواميس موزعين على محافظات البصرة وميسان وذيقار والمثنى. كان طلب من منظمة الفاو لمناطقنا اللي حقيقة أثرت بالجفاف في السنين الماضية لمربي الجاموس في المحافظات الجنوبية على وجه التحديد، واللي تأثروا بشكل كبير نتيجة الجفاف. لذلك أخذنا مبلغ طارئ من مجلس الوزراء، هذا المبلغ خصصناه لهؤلاء المربين، يجاوز أعدادهم 15,000 مستفيد. تقول الوزارة إنها بدأت برنامجها من المثنى الذي يتضمن توزيع الأعلاف على المزارعين ومادة الملاس والنخالة، وتعطى بشكل مجاني لهم، وتسهم هذه المادة في زيادة وزن الجواميس وزيادة إنتاجها من الحليب. تم شراء المواد الأساسية اللي هي المولاس والنخالة، وسيكون انطلاق هذا المشروع. ارتئينا في هذه المحافظة لأن هذه المحافظة هي المحافظة الأكثر هشاشة والأكثر ضعف، وسنطلق إن شاء الله بعد قليل توزيع هذه الكميات على المربين ابتداء من هذه المحافظة الكريمة، وسنستمر إلى باقي المحافظات الأخرى. تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود أكثر من 14 ألف جاموس في المثنى، تعيش أغلبها على ضفاف نهر الفرات وتتغذى على الأعلاف والقصب، القصب الذي شح مؤخرا بسبب الجفاف وانخفاض مياه نهر الفرات. وشهدت المثنى في السنوات الأخيرة هجرة كثير من مربي الجواميس وبيعها بسبب الجفاف وقلة الأعلاف وعدم تقديم الدعم لهم. من المثنى خليل بركات، يو تي في.